هذا البرنامج برعاية مشاهدي قناة مصر الزراعية، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم الحصاد. في الحصاد وكما هي العادة بنقسم حلقتنا إلى قسمين، القسم الثاني بيكون فيه دايما لقاءات على الهواء بتتناول أهم الموضوعات اللي بتهم حضراتكم سواء بشكل عام أو بشكل زراعي متخصص. النهاردة عندنا موضوعين بيهمونا في مجال الزراعة، والزراعة نشاط رئيسي في مصر أكيد بينعكس على كل الناس لأن هي أصل الغذاء اللي احنا بنتناوله. هنتكلم النهاردة في فقراتنا الحوارية في الفقرة الأولى عن السيطرة على غش المبيدات. المبيدات تجارة عالمية، تجارة كبيرة جدا، للأسف في جزء كبير منها غير شرعي، في جزء كبير منها مهرب أو بيتم تحت بير السلم، وده اللي بيسيء للمحاصيل بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة اللي بيمارسها بعض المزارعين. إزاي ممكن نعودهم على الممارسات السليمة؟ إزاي ممكن نغير من استخدامنا المبيدات علشان تكون بطريقة آمنة سواء على المزارع أو على المستهلك النهائي أو حتى على الأرض الزراعية؟ ده هيكون محور حديثنا النهاردة مع الدكتور مهندس صلاح صابر، رئيس قسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات على المبيدات الزراعية بوزارة الزراعية. النهاردة كمان هنتكلم عن انتاجية التمور في مصر. مصر عندها ثروة من النخيل كبيرة والحمد لله، لكن عاوزين يعني الثروة دي تزيد، عايزين انتاجيتنا من البلح والتمور تتقدم، عاوزين التمور بتاعتنا تنافس على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، لأن الدول العربية مستهلكة كبيرة للتمور ومنتجة أيضا كبيرة للتمور. إزاي ممكن تمورنا دي يعني يكون مذاقها أفضل وفي يرضي الأذواق العربية ويرضي الأسواق العالمية أيضا؟ ده موضوع مهم هنتكلم فيه النهاردة، كيفية الحفاظ وتنمية ثروتنا من النخيل ومن التمور. هيكون لقائنا الثاني مع الدكتور شريف الشرباسي مدير المعمل المركزي لنخيل البلح بمركز البحوث الزراعية للحديث عن هذا الموضوع. أما الآن فهترك حضراتكم لنشرتنا المصورة، نعود بعدها لمتابعة أكثر تفصيلية مع أخبار اليوم، فابقوا معنا. وزير الزراعة يبعث برقية تهنئة لوزير الدفاع بمناسبة الذكرى 35 لعيد تحرير سيناء. بعث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برقية تهنئة للفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وجميع أبناء القوات المسلحة المصرية البواسل من ضباط وجنود، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لعيد تحرير سيناء بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة العاملين في قطاع الزراعة في مصر. وزير الزراعة: التعدي على الأراضي الزراعية خيانة للوطن وإضرار بالأمن الغذائي. قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن التعدي على الأراضي الزراعية خيانة للوطن، حيث يضر المتعدي على الرقعة الزراعية بالأمن الغذائي ويمثل اعتداء صريحا على حقوق الأجيال القادمة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من إعداد قانون يغلظ من عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية. المهندس طارق قابيل: مصر محور ارتكاز لنفاذ المنتجات الكورية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية علاقات جيدة، ولكن هناك حاجة لتعزيزها لتحقيق صالح البلدين،
مؤكدا على أن مصر تمثل محور ارتكاز لنفاذ المنتجات الكورية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن السوق المصري والذي يعد سوقا استهلاكيا كبيرا. إحالة أوراق 20 متهما في مذبحة كرداسة لفضيلة المفتي. قررت محكمة جناية القاهرة إحالة أوراق 20 متهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم بعد إعادة محاكمة 156 إرهابيا في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية بربع العدوية والنهضة. وقد حددت المحكمة جلسة الثاني من يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية. عودة لحضراتكم من جديد، شكرا للزميلة رشا سلام. وإلى الأخبار مباشرة، ونبدأها بكل تأكيد من هذه الزيارة التي عاد منها الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله وأمنه إلى القاهرة اليوم، وهي زيارة إلى الرياض. عاد إلى القاهرة اليوم الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي قادما من الرياض بعد زيارة للمملكة العربية السعودية، أجرى خلالها محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تركزت حول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. وكان الرئيس السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان قد اتفقا خلال القمة المصرية السعودية التي عقدت أمس بالرياض على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما أكد على أهمية مجابهة كل محاولة تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك حفاظا على الأمن القومي العربي. حول هذا الخبر معنا على الهاتف ولمزيد من التفاصيل الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك دكتور شريف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. وطبعا هذه الزيارة كان لها مردودا وتركزت، ربما هي زيارة قصيرة وكانت الموضوعات اللي طرحت فيها موضوعات مركزة، أبرز المحاور اللي تم تناولها من خلال هذه الزيارة كانت إيه يا فندم؟ طبعا واضح جدا ان هذه الزياره اعادت المسار الطبيعي للعلاقات المصريه السعوديه على جميع الاصعده، الصعيد الاقتصادي اولا لانه كان في طبعا فتره توقف في العلاقات اللي بين الدولتين، واعتقد انا انه تم الاتفاق فعلا على استئناف المشاريع والخطط اللي كانت موضوعه لمشروعات محدده ثم أرجئت هذه المشروعات الفتره الاخيره. نعم. وبالتالي المتوقع ان الملف الاقتصادي يحظى باهتمام اساسي في الفتره القادمه. نعم. بالنسبه طبعا للموقف لمقاومه الارهاب فده موقف ثابت لا يتغير، وانه الكلام النهارده على التدخل في الشؤون العربيه طبعا المقصود به اولا التدخل الايراني، واخد بال حضرتك، وبالتالي هذا الموقف ثابت لم يتغير ولم يتاثر، واعتقد ان هو تم وضع النقاط على الحروف زي ما حضرتك قلت ان احنا لا نقبل التدخل في الشؤون الداخليه للدول العربيه، وده كلام طبعا المقصود به ايران في المقام الاول. نعم. طبعا موقف التحالف العربي في حرب اليمن ودور مصر في هذا التحالف اللي هو دور البحري والجوي وكل ده تم مناقشته، واعتقد انه ما فيش مشاكل كانت في هذا الملف يعني، لكن الشيء اللي هو ايجابي من وجهه نظري هو استئناف مسار العلاقات الطبيعيه، لانه كانت الفتره الاخيره الحقيقه فتره مشوشه وسمحت طبعا في من الكلام الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في المجمل العلاقه ما كانتش في مسارها الطبيعي. احنا نقدر نقول ان هذه الزياره اعادت الامور الى المسار الطبيعي وثمر لها نتائج اقتصاديه، اتوقع استئناف التعاون الاقتصادي وفقا لما تم الاتفاق عليه من قبل، وكان هناك فتره توقف. صحيح. اتوقع اتفضل يا حبيبي.
صحيح في الزيارة الأخيرة قبل تشوش العلاقات كما أسميت حضرتك، كان في اتفاق على حزمة من الاستثمارات السعودية في مصر. بالضبط. في هذه الزيارة هناك حديث عن مليارات الدولارات أيضا للاستثمار، وعن إقامة مدينة رفح الجديدة بما تحويه من خدمات وغيره، فده بالضبط. يعني شيء مكسب. حضرتك دايما بتقول إن الزيارة تقاس بنتائجها على الأرض، فإن شاء الله يكون دي نتائج مباشرة وخيرة فيما يتعلق بالاقتصاد إن شاء الله. والأساس حضرتك أنه العلاقات المصرية السعودية عادت من جديد، علاقات غير قابلة للمساس. نعم، ونتمنى طبعا ان شاء الله انه يعني العاهل السعودي يزور مصر مره اخرى، واعتقد الرئيس السيسي دعاه وقال انه انا مش في حاجه الى دعوه لاتي الى مصر لانها وطني يعني، فنتمنى ان شاء الله يعني ان العلاقات تظل بهذه الطريقه الوديه دائما باذن الله. نتمنى. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور شريف الدمرداش استاذ العلاقات الدوليه. ونروح للشان الداخلي، وطبعا في غلاء الاسعار لازم الحكومه تاخذ بعض احتياطاتها علشان تجنب الناس هذا الغلاء، ومن اجل ذلك رئيس الوزراء بيعقد جلسه عاجله غدا للانتهاء من قرار علاوه العمال. قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة إن اجتماع اليوم الاثنين مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ناقش كل القضايا التي تهم عمال مصر ونظرة مستقبلية لتذليل كل العقبات التي تواجه العمال. وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى المؤسسات الاقتصادية والنظر لأي عقبات تواجههم، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يكون هناك جلسة عاجلة غدا الثلاثاء بين وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة للانتهاء من قرار العلاوات الاجتماعية للعمال وسرعة إعلانها وإصدارها. طبعا ده احنا شيء بننتظره على بس يخفف من وطأة الغلاء اللي بنحس بيه. اعتقد ان احنا معانا اتصال حول هذا الخبر مع الاستاذ حسن ابو خزيم الصحفي المتخصص في ملف مجلس الوزراء، هنجهز هذا الاتصال ان شاء الله. طبعا في غلاء في الاسعار احنا ملاحظينه، في جزء كبير منه جشع للتجار، وفي جزء بحكم يعني الاسعار العالميه او طبعا يعني قله قيمه الجنيه في مقابل الدولار، واحنا للاسف طبعا بنستهلك معظم احتياجاتنا من الغذاء وغيره من الخارج، ده بيقل يعني بيؤدي الى ارتفاع الاسعار. هنشوف ماذا اقر في هذه الجلسه او ماذا نسعى لاقراره فيها. معنا على الهاتف الاستاذ حسن ابو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. اهلا بحضرتك استاذ حسن. استاذ نهى، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. مساء النور يا فندم، واخبار العلاوه وهل سيتم اقرار العلاوه غدا ام لا؟ هو الغد هناك اجتماع هام داخل مجلس النواب بين وزاره الماليه ووزاره قطاع الاعمال ولجنه القوى العامله بمجلس النواب لانهاء مثل هذه الاجراءات لعمليه الصرف بالنسبه للعلاوه الاجتماعيه وهي 10%. وهناك مناقشات يعني تمت خلال الفتره الماضيه بين مجلس النواب ويعني الحكومه بخصوص هذه العلاوه على ان يتم ضمها طبعا للاساس ويتم صرفها طبعا بأثر راجع بداية من يونيو العام الماضي. خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم مع يعني اتحاد نقابات عمال مصر ووزير القوى العامله كانت هناك مناقشات دائره بخصوص عمليات تحديث الصناعه، تحديث الشركات والاهتمام بمثل هذه الشركات وخاصه مثلا مصانع الغزل والنفيد، مصانع الحديد والصلب، وان حتى يعني رئيس مجلس الوزراء حي العمال ان هم قادرين على احداث هذه النهضه، احداث هذه التنميه داخل المصانع وداخل الشركات. وكذلك يعني قانون العمل طبعا بيتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، وكذلك قانون التنظيمات النقابيه. وكان لي سؤال مع في المؤتمر الصحفي بخصوص النقابات العماليه المستقله، طبعا القانون بيحدد هذا الامر ولا وجود بالنسبه للنقابات العماليه المستقله اللي هو بعض من هذه النقابات، يعني كان الهدف منه هو احداث فوضى داخل الشركات وداخل المصانع. حتى ان في فتره الجماعه الارهابيه تم اغلاق حوالي 4000 مصنع وتشريد حوالي 16000 عامل، وهذا الكلام يعني تحدث به الاستاذ جبال المراغي رئيس لجنه القوى العامله داخل مجلس رئيس لجنه القوى العامله بمجلس النواب، وكذلك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. اذا حضرتك بتقول لي انه القانون الجديد يعني بحكم القانون الجديد لا يوجد نقابات مستقلة، هي نقابة واحدة يعني هتعبر عن العمال في كل مجال. نعم هي نقابة واحدة تعبر عن العمال، تعبر عن طموحات وآمال هؤلاء العمال، وهي النقابة العامة
للعاملين بهذا المصنع وهذه الشركة، ولا وجود طبعا للنقابات المستقلة. وهذا الاجتماع كان مهم جدا، ان رئيس مجلس الوزراء اكد انه هذا الاجتماع سيتم بشكل دوري كل 3 شهور طبعا لتذليل عقبات، يعني العقبات الموجودة داخل المصانع امام العمال، وكذلك طبعا الترتيب بالنسبة للاحتفالية الكبرى التي ستقام يوم الاحد المقبل بخصوص احتفالية عيد العمال بحضور السيد الرئيس. طبعا هناك ترتيبات بخصوص هذا الاحتفال، والسيد الرئيس طبعا سيكرم عدد من قدام العمال بالنسبة للنقابات العمالية، وكذلك عدد من قدام وزارة القوى العاملة. هذا الاحتفال طبعا مهم جدا، سيلقي فيه السيد الرئيس كلمة بيحيي فيه العمال على مجهوده، على المجهودات اللي هم بيضحوا بيها، وكذلك تحفيز العمال من أجل الإنتاجية ومن أجل زيادة العمل. وما أحوجنا أستاذ نهلة خلال هذه الفترة إن احنا كلنا نعمل في يعني بوتقة واحدة من أجل ده بكل تأكيد. لكن حضرتك بتقول لي إنه يعني لقاء النهاردة إذا ركز على موضوع المصانع وضرورة تطويرها، احنا بنتكلم عن إنه يعني الملاذ الوحيد لينا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة هي إن احنا نزود الإنتاجية، وده ما تأتاش غير لو كان عندنا قلاع صناعية بتنتج بالفعل. فيعني دلوقتي مجلس الوزراء مهتم فعلا بهذه المسألة، بزيادة الإنتاج، بإعادة العمل والحياة إلى مصانع قد أغلقت. مجلس الوزراء مهتم بهذا الأمر حتى في كل الاجتماعات، سواء في مجلس المحافظين داخل اجتماعات مجلس الوزراء اللي هي بتعقد أسبوعيا، مهتم جدا بعملية تحديث الصناعة، تحديث الشركات. وإن شاء الله يا أستاذة نهلة خلال أسبوعين سيتم طرح حوالي 200 مصنع في كل محافظة من محافظات الصعيد. طبعا هذا الأمر مهم جدا، وهو عملية تشغيل الشباب في الصعيد، إحداث نهضة في محافظات الصعيد اللي هي كانت منسية على مدار سنوات يعني الماضية. مجلس الوزراء منذ لحظات أصدر يعني قرار بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واحنا عارفين هذا الأمر، وهو اهتمام الدولة المصرية بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طب ده خبر مهم جدا يا أستاذ حسن. إذا في جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هل ده هيتم الربط بينه أو التعاون بينه وبين البنوك كجهات للتمويل مثلا؟ لأن احنا كنا عارفين في 200 مليار في البنوك واقفين لسه مش متشغلين. هناك 200 مليار خصصهم، 200 مليار جنيه خصصهم السيد الرئيس بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك عدد قليل من الشباب اللي هم سحبوا أو استفادوا من هذا الأمر، ولكن هذا الجهاز بيأتي لإحداث نهضة بالنسبة للشباب، بالنسبة للمشروعات، وأن يكون داعم رئيسي بالنسبة للشباب، حتى بالنسبة للبنوك. إذا كان البعض يتصور أن هناك روتين أو ما إلى ذلك، إذا كان هناك بيروقراطية، إذا كان مثلا بعض الشباب لم يستفيدوا من هذه المبادرة الجميلة التي خصصها السيد الرئيس، فطبعا هذا الجهاز هو يعني وصلة ثقة بين الجهاز وبين الشباب، أو حلقة وصل بين الشباب وبين البنك، وكذلك المحافظات وعملية يعني وكذلك الوزارات المالية. أعتقد ممكن يدي فعلا دفعة وقبلة الحياة من جديد لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون يعني طوق نجاة بالنسبة لنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ حسن أبو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، وبنهني حضراتكم طبعا بالإسراء والمعراج، وإن شاء الله بذكرى تحرير سيناء مر 35 سنة على هذه الذكرى الغالية، وده بيخلي دايما سيناء في القلب والعقل، مش بس في القلب كقطعة غالية من أرضنا، لكن كمان في العقل. إزاي ننمي سيناء، وإزاي نطهر سيناء من أي إرهابيين، وإزاي يجي العيد علينا وإحنا يعني حاسين إن سيناء نالت حظها من التنمية وحظها الوافر من التقدم. رئيس أنواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج وتحرير سيناء. بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين ببرقيتي تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج وتحرير سيناء. في البرقية الأولى تقدم عبد العال باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج، قائلا إن تلك المناسبة الطيبة الجليلة آية من آيات الله، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييدا وتكريما لنبيه خاتم المرسلين، وتثبيتا لفؤاده، وتأكيدا لمسيرته في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وفي البرقية الثانية الخاصة بالذكرى 35 لتحرير سيناء، أعرب عبد العال عن خالص التهنئة القلبية الممزوجة بالفخار والإعزاز للرئيس السيسي،
كل عام وكل مصري بخير، وكل عام وأرواح الشهداء مطمئنة. ناس كتير دفعت الثمن غاليا من أجل تحرير الأرض، إن شاء الله هم في مكان أفضل، وإحنا بنتذكرهم في هذا اليوم بكل فخر وإجلال. وما زال أبنائنا من القوات المسلحة بيقوموا بدورهم في تأمين سيناء الآن، وفي تخلصها من أي إرهابي، وفي محاولة الحفاظ عليها. من أجل مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر، للأسف طيب الاتصال قطع. طيب نكمل أخبارنا ونروح للخارجية المصرية. الرئيس السيسي يشارك بقمة البريكس في الصين سبتمبر المقبل. التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين مع نظيره وانغ يي وزير خارجية الصين على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا. صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بالعلاقة الخاصة والتاريخية مع الصين، والتي تشكل أولوية بالنسبة لمصر، خاصة في ظل سعي السياسة الخارجية المصرية لإقامة علاقات متوازنة مع كافة القوى الدولية. نروح ل يعني موضوع القمح. احنا دلوقتي في موسم استلام القمح، وبنحاول ان يكون موسم اكثر نجاحا من الموسم السابق، والا يكتنفوا الاخطاء التي اكتنفت الموسم السابق من خلط الاجنبي بالمحلي او غيرها من تدخل التجار وحصولهم على جزء لا يستحقونه من الدعم. محافظ بني سويف ووزير التموين والزراعه يتفقدون صوامع القمح والشون ومركز بحوث سيتس. قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه بزياره لمركز البحوث الزراعيه بسيتس مركز ببا، حيث تفقدوا احد الحقول المزارعه بالقمح بالمحطه، والتي يتم فيها زراعه مجموعه من السلالات التي تتميز بجوده الانتاج ومقاومه امراض الصدأ والعفن وقوة السيقان، والتي ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية من القمح المحلي. وزار المحافظ وزير الزراعة صوامع سيتس للاطمئنان على جاهزيتها لاستلام محصول القمح والتأكد من توافر كافة وسائل الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية بأماكن التخزين، مثل بيان بعدد الطفايات ووسائل الأمان الأخرى. حول موسم استلام القمح وحول هذه الزيارة انتقلت كاميرات البرنامج، وكان لنا هذا التقرير، نشاهده سويا ثم نعود لمتابعة أخبارنا، فابقوا معنا. أولا دي طريقة زراعة بالمصاطب واستخدام أحد الطرق الحديث. زراعة المصاطب دي ابتدينا فيها في 2010، هاي كنا ابتدينا بحوالي 200 فدان، دلوقتي في زراعات وصلت لحوالي 800 ألف فدان، وابتدينا هذا النموذج في الشرقية، ودلوقتي حضرتك نموذج أكبر في الدقهلية، وحاليا ابتدي عن طريق الإرشاد الزراعي بننقله للمزارع. ليه؟ ده بيوفر له في التقاوي، بيوفر له في المية حوالي 20%، فأنا أعتقد ده بيساعد الفلاح في تقليل المدخلات اللي هو بيصرفها في عمليه الانتاج. احنا موسم بنتابع جميع الحصاد، في غرفه عمليات معموله في كل مديريه، وفي غرفه عمليات موجوده في الوزاره لمتابعه جميع انواع الحصاد، وفي على طول حملات مروريه على حصاد القمح في جميع محافظات مصر. المتوقع ان شاء الله ربنا يبارك كده 9 مليون طن ان شاء الله، يعني ده المتوقع على حسب المساحه المنزرعه. ليه؟ احنا عرفنا المساحه الفعليه المنزرعه عن طريق وزارة الزراعة من خلال مركز البحوث الزراعية معهد الأراضي، عملنا تصوير جوي لزراعات قمح مصر كلها من الشمال للجنوب، كل قرية معروف مزروع فيها إيه، وكل مركز وكل محافظة. فأنا أعتقد ده بيدينا كقاعدة بيانات نعرف فعلا إحنا هننتج قد إيه، وإيه الزراعات اللي موجودة في كل محافظة، ونشوف كل محافظة بتزرع قد إيه وتنتج قد إيه. لا، مفيش توريد، ده نقط تجميع فقط عشان ما تعبش المزارع. اللي في مسافات احنا عاملين خريطه لكل محافظه، معروف فين الصوامع وفين الهناكر، لقينا اللي اذا كانت المسافه بعيده استخدمنا الشون الترابيه في نقط تجميع فقط، ومع التعديل اللي فيها محطوط عروق خشب وبلاستيك، وهو الفلاح يوصلها لحد هناك، وبعد كده مش مسؤوليتي، هيئه السلع التموينيه هي بتوصلها الصوامع. نقول الاول نقلل الفجوه، نمط الاستهلاكي، يعني في اشياء كثيره جدا دي دراسه كامله، ان احنا نحاول ان احنا نقلل الفجوه الغذائيه اللي موجوده في القمح.
عودة لحضراتكم مرة أخرى، وكنا نتحدث عن الذكرى 35 لتحرير سيناء واللي بتحتفل مصر به جميعا إن شاء الله غدا، ويعني كان لنا اتصال حول هذا الموضوع. معنا على الهاتف اللواء نبيل أبو النجا الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وتحية إعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار. لازم نتذكرهم في هذا اليوم لأنهم دفعوا فاتورة بدمائهم لاسترداد سيناء إلى جانب الجزء التفاوضي، والنهاردة برضو ما زال القوات المسلحة بتدفع من دماء أبنائها للحفاظ على سيناء من الإرهاب والتحديات الأخرى. فيعني حضرتك ممكن تقول إيه في هذه المناسبة بعد 35 عام من تحرير سيناء وأمالك لهذه المنطقة العزيزة من أرض مصر؟ والله حضرتك يعني طبعا في الذكرى 35 أو 350 أو بعد 3 قرون هذا الحدث اللي استردينا فيه الأرض والعرض والكرامة سيظل محفور في ذاكرة الأمة إلى يوم الدين. ده انتصار الحق على الباطل، رجوع الأرض والعرض لأصحابه. بقول للشعب المصري دايما الطريق الأمل محفوف بالألم، بندفع فاتورة الدم من الشهداء، ومهما دفعنا احنا 90 مليون مش هيخلصوا. احنا مرحبا باي شهيد في الجنه فوق عند ربنا، مفيش ياس، احنا ماشيين في طريقنا باصرار وعزيمه. انما بوصيكم بقول لكم لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. عايزين نقرب من ربنا، عايزين نقضي على الرشاوي والفساد والاهمال واللامبالاه والتكاسل، عايزين الروح اللي خلتنا اقتحمنا بيها خط حيين بارليف ودمرنا الولاية 51 أمريكية دويلة الصهاينة. هذه الروح تستمر. كل إنسان فينا في مجاله، مش لازم نقاتل، لا، الجهاد الأكبر جهاد النفس. نعم. نبعد عن الأخطاء والظلم وعدم العدل والوساطة والمحسوبية، ونرتقب مصر أم الدنيا، قلب العروبة النابض، الدرع والسيف. صحيح، ويعني دايما إن شاء الله يبقى هكذا الأمة العربية كلها، يعني جيشنا من خير أجناد الأرض والشعب المصري كله خير أجناد الأرض. التوليفة اللي أدت لنجاح قواتنا المسلحة في استرداد الأرض كانت توليفة من التخطيط الجيد مع الإيمان بالله مع مراعاة كل التفاصيل الدقيقة، يعني هي توليفة متكاملة يا فندم. الآن برضو يعني حضرتك بتكلمني عن يعني تميمة مشابهة، هي تميمة التخطيط الجيد مع الحفاظ على يعني كل شبر من الأرض عن طريق الإيمان بالله وعن طريق الرجوع للنفس ومجاهدتها، فده شيء احنا عاوزين نستلهمه الآن. رأي حضرتك في يعني مثير الفتن اللي بيتحدثوا عن الجيش المصري، والجيش المصري معروف انه خير أجناد الأرض، ويعني ازاي نرد عليهم، والمواقف اللي حضرتك شهدتها بنفسك أو شاهد عليها لمواقف إنسانية ومواقف نبيلة للجيش المصري؟ أنا مع احترامي لحضرتك أنا ضد الديستراكشن أو التشتت، يعني مش عارف في مثل أنا أخشى إن أنا أقوله على الهوى، مش عارف إيه تنبح والقافلة تسير. نعم. لا أعير أذني لأي إنسان عنده حقد وعنده كراهية وعنده نقص، وهو أصلاً مش بني آدم أو إرهابي، لا يعرف لا دين ولا ملة ولا ضمير ولا إنسانية، فأنا هناقشه في إيه وأقنعه في إيه؟ لا، ده لا يشغلني، أنا مش هقول له نثبت له إن إحنا خير أجناد الأرض. ده كلام ده الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا. لماذا يا رسول الله؟ لأنهم في رباط إلى يوم الدين. أنا مش محتاج أثبت للناس إزاي دمرنا خط حيين بارليف، إزاي اقتحمنا الصعاب وإحنا صايمين وفي رمضان وبنقول الله أكبر. إحنا مؤمنين بأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في محكم الآيات حضرتك في قرآننا الكريم بيتقال وإن جندنا لهم الغالبون، إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. إحنا كنا حاطين هدف استراتيجي قدامنا لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. مصر أولا، مصر فوق الجميع، كل الشعب على قلب رجل واحد، ومش دلوقتي ناقص شوية كهرباء شوية زيت شوية كذا أسعار غليت الناس تصرخ، لا، إحنا كنا بنقف في طوابير الجمعيات بالايام عشان اللي يجيب فرخه ده يبقى يعني عمل بطولي. لازم نستحمل ونتعب ونشقى حتى عشان نحس بطعم اللقمه. الحياه من غير كفاح ملهاش طعم.
لازم نتعب ونشقى ويبقى في اصرار وفي مبدا. وقبل كل ده زي ما بكرر لحضرتك تاني، نرجع لربنا عشان يطرح البركه في كل شيء، عشان ما ينزعش البركه لان احنا بعدنا عنه خالص. دايما حضرتك نقول العدل اساس الملك، عايزين العداله بين الناس، عايزين نقضي على الرشاوي والمحسوبيه والفساد. مش لازم الحرب ان انا اقاتل انسان، احنا دين السلم، ان جنحوا للسلم فاجنح لها. انا كمقاتل حضرتك حاربت وربنا كرمني باعلى وسام في الحرب، اكره حاجه في الدنيا اكتر حاجه اكرهها الدم، ان انسان تلاقيه فتفيت لحم وبرك الدم في الارض ايا كانت ديانته او عقيدته. لا لا، الحياه مش كده ابدا، الحياه متر ارض وشويه تراب، سونر اور ليتر كلنا هنبقى تحت الارض. لازم الناس بقى تبص للدنيا بمفهوم اخر، عايزين نبني بلدنا، عايزين الناس تكبر، الجيل ده يبقى يجد حقه في الحياه موجود، ما نبقاش النهارده التعليم والفقر لا لا، لازم احنا محتاجين كتير، محتاجين كتير قوي، ان احنا يعني كل واحد فينا، كل واحد فينا مسؤول عن رعيته. عارفه حضرتك لو كل واحد في اسرته ربى اولاده على خوف ربنا وعلى الرجوله والشهامه البلد هترجع تاني احسن من الاول كمان. صحيح. أنا الام اللي هي مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا عراقا. فين الامهات في البيوت اللي بتطلع الاجيال اللي يهدوا جبال؟ الكلام ده مش صعب، مش كلام انشا، لا خالص. انا بعتقد ايضا انهم استهدفوا الامهات في فتره من الفترات يعني، وحاولوا انهم يستهدفوا الاسره المصريه في الصميم علشان نوصل للنتيجه دي. فاعتقد ان احنا اللي بنعتبره ان هو امور عاديه هي امور مدبره ومخطط ليها، وعبر وسائل كثيره جدا، عبر الاعلام وعبر الثقافه الوافده. لكن احنا بد ان ننتبه، ودايما بنستنير برايك وبنستفيد بارائك القيمه معانا يا فندم. شكرا جزيلا وكل عام وحضرتك بخير. سياده اللواء نبيل ابو النجا الخبير الامني والاستراتيجي، دول اللي دفعوا بقى فعلا فاتورة الدم، ويعني هم اللي لهم الحق ان هم يتكلموا ونحن نصمت ونستمع اليهم، علشان هم فعلا اللي ضحوا من اجل هذا البلد باغلى شيء بالدم. نكمل اخبارنا، ولسه في متابعه للملف الزراعي. وزير الزراعه والتموين يستمعان لشكاوى مزارعي الاراضي المستصلحه ببني سويف. استمع الدكتور عبد المنعم البندا وزير الزراعه والدكتور علي المصلحي وزير التموين لمشاكل مزارعي جمعيه النيل للاستصلاح الزراعي بمنطقه شرق النيل بمحافظه بني سويف. وناقش المزارعون الوزيرين والمحافظ لايجاد حل لمشاكل الري التي تعاني منها المنطقه منذ فتره طويله. وطالب المزارعون الوزيرين والمحافظ بإيجاد حل لهذه المشاكل، خاصة مشكلة مياه الشرب، حيث إنهم متعاقدون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنظام الممارسة، وعلى ذلك لا تصل المياه لمساكنهم. لسه مع الزراعة والمزارعين اللي بيسألوا عن يعني الأسمدة. الإحصاءات والأرقام بتقول إن احنا غطينا حوالي 25% من احتياج المحصول الصيفي، وتم توفير حوالي 550 ألف طن أسمدة من هذا الاحتياج. قال المهندس محمد شحاتة مدير شؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة إن آخر تقرير بشأن الأسمدة الصيفية يوضح توفير ما يقرب من 550 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بالمحافظات. وقد كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتجديد الرقابة على توزيع الأسمدة من خلال الضوابط التي تم اعتمادها من قبل اللجنة التنسيقية للأسمدة، وتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء. معنا على الهاتف لمتابعة هذا الخبر مهندس محمد شحاتة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. نتكلم عما تم توفيره حتى الآن من أسمدة، وإزاي بيتم توزيعه على المناطق المختلفة. والله هو اللي تم لغاية دلوقتي حوالي 500 ألف طن تقريبا، طبعا التصيد زي ما التصيد اللي احنا خارجين بيه بالشكل، وده بيمثل حوالي 25% من الاحتياجات الكلية للموسم الصيفي، وده في خلال شهر وأقل من نصف يعني. ازاي بيتم حصر احتياجاتنا الفعليه من الاسمده، ويعني الضوابط لتوزيعها بتكون ايه يا فندم على الجمعيات المختلفه؟
بالنسبة لحساب الاحتياجات السنوية بيتم بناء على التركيب المحصولي التأشيري، بتعمل طبقا للمقررات السنوية لكل محصول، وبتحسب إجمالي الاحتياجات لكل محافظة وإجمالي احتياجات الجمهورية خلال الموسم الزراعي وخلال السنة. ده بالنسبة لحساب الاحتياجات السنوية. بالنسبة للضوابط، والله احنا بدأنا بضوابط صرف طبقا لقرار اللجنة التنسيقية وطبقا لقرار السيد نائب مع الوزير الزراعه دكتور صفوت الحداد، بان يتم صرف عدد شفرتين للفدان وطبعا مع الاخذ في الاعتبار قصور الفدان طبقا للتصنيف الزراعي ده للاراضي القديمه داخل الوادي اللي هي الاراضي داخل الزمان. اما الاراضي الجديده فبيتم برضه صرف شفرتين طبقا للاراضي الزمان المقنن. إذا كان أي حد عنده أي شكاوى فيما يتعلق يا فندم بالموضوع ده، هل في وسيلة الاتصال بحضراتكم؟ إيه الوسيلة علشان يتصل بيكوا أو يبلغ عن شكواه؟ أولا أنا تليفوني تقريبا مع معظم الجمهورية، دي نمرة واحد. عندنا شؤون المديريات، الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وعندنا غرف عمليات الأسمدة، ومعمول غرف عمليات أسمدة في كل محافظة من المحافظات، كل مديرية من المديريات. في أي مشاكل مع شركات الأسمدة أو المصانع، ولا الأمور يعني بتسير على ما يرام؟ يعني الحمد لله في بعض القصور، بس بنحاول في اللجنه التنسيقيه تاخد قرارات في ساعتها على طول، وبتتلافى هذا القصور او بتاخد حيال المقصر يعني في ساعتها على طول، وتحويل النسبه بتاعت المقصر لجهه اخرى للتوزيع. نعم، انا بشكر حضرتك مهندس محمد شحاته رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات الزراعيه، شكرا جزيلا لحضرتك. وبنتابع اخبارنا ونروح لحمايه الاراضي والموافقه على 1787 مشروعا للنفع العام، منها 147 مدرسه. قال المهندس سيد عطيه رئيس الاداره المركزيه لحمايه الاراضي التابع لقطاع الخدمات الزراعيه بوزاره الزراعه، قال ان لجان حمايه الاراضي تواصل تلقي طلبات التوسع في مشروعات النفع العام خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضي الزراعية المطلوب تخصيصها لها. وأكد سيد عطية إن آخر تقرير بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام يوضح الموافقة على إقامة 1787 مشروعا للنفع العام، منها 1059 مدرسة و88 معهد أزهري بجميع المحافظات ضمن مشروعات النفع العام منذ الفترة من سبتمبر من العام الماضي وحتى 23 من الشهر الجاري. نروح للمياه وخدمات الصرف الصحي، لان دي بتهم كل المواطنين، ويعني توزيعها على انحاء الجمهوريه. ومدبولي بيعلن دخول 11 مشروعا للمياه والصرف الصحي للخدمه في 30 من يونيو المقبل. اعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه تنفيذ 11 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمه 2,500,000 نسمه في 3 محافظات، هي القليوبية والمنوفية والمنيا، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعا حتى 30 من يونيو القادم، وذلك من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. ده كان آخر خبر معانا من أخبارنا النهاردة في فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل إن شاء الله هنلتقي وفقرتنا الحوارية النهاردة، واللي هنخصصها الفقرة الثانية هتكون عن زراعة أصناف النخيل وزيادة إنتاجية التمور وإزاي نرتقي بيه. وحيكون معنا في هذه الفقرة دكتور شريف الشرباسي مدير المعمل المركزي لنخيل البلح. أما الفقرة اللي هتالي الفاصل مباشرة فبإذن الله هنخصصها الحديث على المبيدات وكيفية السيطرة على غش المبيدات، وإزاي نطبق الممارسات السليمة زراعيا فيما يتعلق بهذه الجزئية، وحتكون مع المهندس صلاح صابر رئيس قسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات. تابعونا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية